سؤال الرجال المتزوجين، إذا رجع بك الزمن إلى الوراء هل تتزوج؟ خلينا نشوف. لو رجع بيا الزمن اتجوز تاني. الزمن اللي احنا فيه ده عايز تعيش لوحدك عشان مش هتعرف تصرف على الناس اللي معاك كلها. الجواز بيصون الشاب عن حاجات كتيره جدا وبيحفظه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا ديت على قائمه على الزواج، مش ممكن هنتعمر او يتعمر الارض الا بالزواج. اعيد التجربه تاني بس تكون مثلا ايه، ان احنا متفقين مع بعض، عندنا تيوت. والله لو رجع بيا الزمن لورا ما اعملهاش بصراحه، ما غلطش الغلطه دي بصراحه. طيب سعد، يعني تضاربت الآراء في الشارع بحسب الدراسة، يعني ضرورة تشير إلى ضرورة اقتناع الرجال بالجدية في العلاقة، بإعطاء الاهتمام للمرأة. يعني أنتم تهملونا يا سعد، يعني مش جديين في العلاقات، إيش رأيك بهالدراسة؟ والله العظيم شوفي، احنا نخاف هذا ليس موجود. يعني الرجل يحتاج إلى أن يثبت أشياء لا تحتاج إليها المرأة لإثبات. يعني الرجل يحتاج إلى أن يثبت أنه يستحق. يعني تشوفين حتى في مسألة الزواج والخطوبة يسألون عن الرجل أكثر من سؤالهم عن المرأة. يسألون عن الرجل في أكثر من مكان. فعلا الرجل يحتاج إلى أن يثبت أمور كثيرة حتى يستحق الزواج من المرأة. أما الإهمال، يعني حتى اللي في الدراسة اللي يقول لك أنا والله أرجع ما أعملها ثاني، هذا إنسان عملها بطريقة بس يعني من سنة الحياة، من دون دراسة، من دون توافق، من دون استعداد، فعمله فشل أكيد. يعني فالزواج يحتاج إلى استعداد كبير، خاصة